العاصمة بغداد شاخت وبناها التحتية تتهالك، ولم تعد تستوعب سكانها البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين شخص، مع مليون عربة تتجول يوميا في شوارعها وفق إحصاءات رسمية. وعلى غرار التجربة المصرية، تنوي الحكومة إحياء مشروع العاصمة الإدارية المطروح قبل أكثر من عامين، والذي يتضمن إنشاء مدينة بمساحة 50 كيلومترا مربعا لاستيعاب الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها المنطقة الخضراء وعزلها عن بغداد ضمن محور المدائن بالقرب من مجمع بسمايا وموقع المدينة الرياضية المهداة من السعودية، وتحويل الأماكن التي تشغلها الوزارات حاليا إلى مركز مدني وسياحي في قلب بغداد. وبحسب خبراء ومختصين، فأن مشروع العاصمة الإدارية سيحل الكثير من المشكلات العالقة، من بينها سحب الزخم المروري الحاصل وتنظيم عمل الدوائر الخدمية، كما أن نقل المنطقة الخضراء إلى الحدود سيبعد سماء بغداد عن صواريخ كاتيوشا ويقربها من المدنية. على الأرض أكملت وزارة التخطيط الدراسة الخاصة بالمشروع، لكنه حتى الآن من دون أموال، وهو عائق يقف دائما أمام تطور أصغر المحافظات مساحة وأكثرها كثافة.